الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة. ومع هذه الطريقة المباركة، طريقة حفظ وضبط القرآن للشيخ إبراهيم السكعوب حفظه الله تبارك وتعالى، أنا حبيت أن أنا أنشر هذه الطريقة المباركة لكثرة ما سمعت من ثناء من أهل العلم على هذه الطريقة الطيبة المباركة. الطريقة دي بتعتمد على ثلاثة أصول: الأصل الأول التكرار، رقم اثنين الربط، رقم ثلاثة المراجعة. انت دلوقتي حبيت تحفظ اي وجه من المصحف او صفحة من المصحف على حسب ارادتك، يعني مثلا الحفظ طبعا بيتفاوت من واحد للتاني، في واحد بيستطيع ان هو يحفظ وجه فقط في اليوم، واحد تاني نصف وجه، واحد ثالث يحفظ وجهين وهكذا، فالحفظ بيتفاوت ايه ما بين الناس. عليك ان تتبع هذه الخطوات ان شاء الله تبارك وتعالى. اول حاجة ابدأ أولا بسماع المحفوظ لأحد المجودين. أحد المجودين يعني عملا بقوله تبارك وتعالى لقول حبيبه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سنة التلقي، يبقى بتسمع أحد المشايخ المتقنين زي شيخنا الحصري رحمه الله أو الشيخ المنشاوي أو أي حد من المشايخ. بعد كده قم بحفظ المقدار اليومي اللي هو المكرر عليك في الحفظ من أول الوجه إلى أول ولآية في الوجه الثاني، عشان كده دايما بقول للطلاب يعني احفظ الآية الأولى من الوجه الثاني عشان تربط الوجهين ببعض، حتى تربط الوجه مع الذي قبله. بعد حفظ الوجه وإتقانه أغلق المصحف. أنت خلاص حفظته، خلاص هتعمل إيه دلوقتي؟ اقفل بقى المصحف وتكرر سماعا أو تسمع لنفسك إيه 40 مرة، أو تسمع مثلا لأي حد مثلا إيه بجانبك 40 مرة، ينفع 30؟ لا، 20؟ لا، هو لازم تكمل 40 إن شاء الله تبارك وتعالى. التكرار يكون بعد الضبط والإتقان، وهكذا تنتهي من وجه اليوم. من الغد اليوم التالي طبق في الوجه الثاني نفس الطريقة، يعني زي ما عملت في الوجه الأول بالتمام. بعد حفظ الوجه الثاني كرر الوجه الأول 5 مرات عشان تثبته. في اليوم الثالث طبعا انت المفروض هتحفظ الوجه الايه الثالث، احفظ الوجه ثم كرره 40 مرة زي ما انت عملت ايه في الوجه الاول والثاني. كرر 5 مرات الوجه الثاني اللي انت حفظته ايه بالامس، ثم كرر مرة واحدة الوجه الاول. وعندما تصل الى الوجه رقم 20 كرره 40 مرة. انت دلوقتي بقيت حافظ 40 وجه بفضل الله تبارك وتعالى، اللي هو يعتبر مثلا ايه جزئين، لان الجزء بيكون 20 وجه. الوجه رقم 19 كرره 5 مرات. ومن الوجه رقم 1 الى الوجه رقم 18 اقرأه مرة واحدة. المراجعة تكون غيبا من اول الحفظ الى نهايته حتى تصل الى جزئين، بعد ذلك تقسم الجزئين على يومين تراجع فيها حفظك، وهكذا كلما زاد الحفظ زادت المراجعة. والمريح او ثمرة الحفظ بقى هنا انك في المراجعة لا تحتاج لتحديد اوقات للمراجعة، لانك تقرأ غيبا وفي كل وقت، وهذه هي الثمرة. بمعنى مثلا وانا قلت لك تعالى مثلا يا فلان اقرأ دلوقتي او سمع من قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء، مش هتقول لي طب استنى اما راجع او انظر كده في المصحف والكلام ده، لا، هتقرأ مباشرة، لانك يعني ايه في تعاهد مستمر مع كلام الله عز وجل. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. طيب الربط يراد به مراجعة آخر 20 وجه ثم حفظها، وهذه لا تقسم مع المراجعة وإنما تكون بشكل يومي، وكلما حفظ الطالب وجها جديدا سقط وجه من 20 ويضاف إلى المراجعة. مثلا شخص حفظ 3 أجزاء، حفظ الجزء الأول والجزء الثاني سيقول السفهاء والجزء الثالث تلك الرسل، كده بقى حافظ كم صفحة؟ 60 صفحة أو 61 صفحة. المراجعة هتكون إزاي؟ كالتالي: اليوم الأول هيقرأ الجزء الأول والربط الجزء الثالث، اليوم الثاني مراجعة الجزء الثاني والربط هو الجزء الثالث. فإذا حفظ زيادة وجه وهو الوجه رقم 62 أصبح الربط عنده من 42 لحد إيه؟ حتى 62 وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الطريقة الطيبة المباركة، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى سببا في إقبال جميع الناس على كتاب الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.